بسم الله الاب والابن والروح القدس دامين كل سنه وانتم طيبين جميعا ابنائنا واسرهم في مصر وخارجها نبدا عاما جديدا ان شاء الله بافكار جديده بحواس جديدة بقلب جديد بحياة جديدة كلها نشوف السنة اللي فاتت ايه اللي عملناه ونكمل الأعمال الحلوة والحاجات اللي احنا ما قدرناش نعملها نكملها والحاجات اللي احنا غلطنا فيها نحاول ما نغلطش فيها في السنة الجديدة عشان يبقى سنة حلوة مليانة خير مليانة بركات كتيرة وان شاء الله تكون كلها سنه ايجابيه وايضا نصلي كل يوم من اجل سلام اللي موجود في فلسطين وغزه ومن اجل السودان ومن اجل روسيا وكل امور الحادثه في العالم نصلي من اجلها عشان ربنا يعطي سلاما واطمئنانا لكل نفس تعيش حياه طيبه عشان الناس كانت في اضطراب كثير جدا ما كانش في سلام ولا في فرح ولذلك الملائكة حينما ولد السيد المسيح قالت على الأرض السلام قبليها ما كانش في سلام ما فيش سلام بين الإنسان ونفسه فيش سلام بين الإنسان وأسرته بين الإنسان ومجتمعه وبين الإنسان والله عشان كده كان في اضطراب دائم وما كانش الإنسان عايش مستريح وأيضا ما كانش في فرح له عمق لان المسيح قال اراكم تفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم فالفرح ايضا ربنا اداها البشريه بميلاد السيد المسيح ففي ميلاده صار سلاما وصار فرحا للعالم كله طب الاضطراب ده جاي منين ده البعد عن المسيح لان الكتاب قال لا سلام قال الرب الاشرار كل ما نقرب للمسيح يبقى عندنا سلام، نقرب للمسيح زيادة عندنا أفراح، والأفراح اللي عندنا مش زي أفراح العالم، والسلام مش زي سلام العالم، لأن المسيح قال كده ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا بديكم سلام خاص، سلام لا ينزع، سلام تقدروا تدوه للناس الآخرين، لأن العيش في سلام يقدر يشجع الباقيين أنهم يعيشوا معاه في سلام ولذلك البشرية كلها بتفرح في العام الجديد لأنه يذكرنا بميلاد السيد المسيح ونعيش هذا الميلاد ليس فقط تذكار ولكن حياة نعيشها زي ما المسيح ادانا هذا السلام وادانا هذا الفرح اداه لمين؟ للي بيطوعوا اللي حافظين وصاياه اللي يمشوا وراه اللي يحبوه اللي يؤمنوا بيه والمسيح نفسه قال اللي يؤمن به له الحياه الأبديه. نشكر ربنا جميعنا نؤمن بالمسيح مخلصنا وجميعنا أيضا من خلال هذا الإيمان وهذه الحياة نعيش في سلام ونعيش في حب ونعيش في فرح دائم. ربنا يدينا هذه الأمور مش بس في بداية السنة، لأ يدينا هذه الأمور من أول السنة إلى آخرها. لما نقول بارك إكليل السنة كل يوم نبتدي بداية جديدة كأن السنة هتبتدي في هذا اليوم عشان يبقى كل يوم عندنا سلام وفرح دائم الفرح دائم يجي بالإنسان الحلو اللي قلبه حلو مع ربنا والسلام يجي بالقلب الإنسان اللي هو ماشي في الخير بعيد عن الشر بعيد عن الناس الأشرار ويعطي سمارا في حينه لأنه ابن لله ويعيش في وصايا الله زي ما الكتاب قال في المزمور الاول يلهج في ناموس الله نهارا وليلا شجره مغروسه تعطي ثمرها في حيني عشان كده بنقول كل سنه طيبين ونبتدي عاما جديدا نفرح فيه دائما ويفرح العالم كله وينتهي الاضطرابات بين العالم خاصه في البلاد اللي فيها قلق ومشاكل زي غزه والسودان وغيرها وحتى البلاد اللي هي يظن انها في سلام لا يكون السلام داخلي، سلام مع الله، سلام مع الناس، فرح دائم لا ينزع من الانسان ابدا طالما هو مؤمن ويسير في وصايا الله دائما يحب الاخرين، يحب الخير الاخرين يكون عينه دائما عين بسيطه ترى كل خير في كل انسان. لما نعيش بالطريقه دي هيبقى العام دايما كله مليان بالافراح ومليان بالثمار الطيبه. نرجو لمصر دائما الخير والسلام نحافظ عليها على رئيسها على كل العاملين فيها ونطلب بركه وصلوات ابينا ورعينا قداسه البابا اللي دايما بيصلي لنا ودايما بيرشدنا ودايما يعلمنا ونطلب ايضا صلاه من كل انسان يحب الله من أجل أن يعطي سلامًا وفرحًا للعالم كله وكل عام وأنتم طيبين ولإلهنا المجد الدايم إلا أبد آمين